مساكم خيرات، مساكم رحمة، ومساءكم مغفرة من الله سبحانه وتعالى. حياكم الله أعزائي المشاهدين في الحلقة 12 من مجلسنا، هذا البرنامج الذي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حاز على العديد من الإعجابات والعديد من المشاهدات في جميع مناطق المملكة. حياكم الله في هذه الليلة والتي بتجمعنا إن شاء الله بضيوف، يعني هم ضيوف ثقال في المنطقة الشرقية، وبتكون إن شاء الله اليوم حلقتنا مميزة. أرحب بكم أنا وزميلي عبد الله السالم في تقديم هذه الحلقة. حياك الله عبد الله. الله يحييك، كل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. آمين. طبعا كل يوم إن شاء الله نلتقي بكم في فقرات جديدة، في أيضا مواضيع جديدة بضيوف جدد إن شاء الله. الهدف إن شاء الله أنه يعني نلال الطيب والرضا منكم إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. يعني تحية تقدير أيضا نبعثها من هذا المجلس لمشاهدينا في المنطقة الغربية وفي منطقة الرياض وفي جميع مناطق المملكة، والذين يعني أسعدونا بمشاركاتهم وبإعجابهم بهذا البرنامج. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بضيف عزيز وغالي، هو عزيز وغالي على قلبي بشكل شخصي الحقيقة، اللي هو العم صالح أبو مروان نهام المملكة. حياك الله أبو صالح. أبو مروان نهام المملكة ونهام، ما شاء الله. نشوفكم ونبارك لكم بالشهر، ونبارك للمشاهدين بالشهر الكريم، الله يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية. الله يحييك. طبعاً في كثير من المشاهدين أكيد بيقولوا إيش يعني نهام، فراح تعرفون معنا بعد شوي يعني، خاصة اللي في منطقة الرياض، اللي في المنطقة الغربية، واللي في منطقة الشمالية. كلمة غريبة، كلمة غريبة. يعني نهام حتعرفوا تفاصيل إن شاء الله في الفقرات القادمة. أيضاً يسعدني عبد الله نرحب يعني بالأستاذ جلال الهارون، الباحث في التاريخ والمهتم بتاريخ المنطقة الشرقية. حياك الله وكل عام أنت بخير. الله يحييكم وكل عام أنت بخير، والأخوة المشاهدين والله يعود عليكم إن شاء الله كل سنة وإحنا طيبين، و الله يوفقنا إن شاء الله وياكم على القيام والصيام إن شاء الله، يجعلنا من المقبولين. الله يحييك يا أستاذ جلال. الله يحييك. شكلك وزنك زاد شوي. تراني عزابي يعني، ما معك إلا ركلت ما تتاكل. طبعا نبغى نذكر أعزائي المشاهدين أنه هاشتاج البرنامج شغال سواء على الهواء أو تحت الهواء، اللي هو هاشتاج مجلسنا أندرسكور ديمم. شاركونا بأراءكم، بتعليقاتكم، باقتراحاتكم على البرنامج. يعني إحنا نتمنى أنه يعني نعمل على انتقاد، يعني ما في أحد ما يخطي، هذا برنامجكم ومنكم وإليكم. طبعا عبد الله تهرب من كلامي معاه عن الوزن على هاشتاج، فخلكم على الهاشتاج أعزائي المشاهدين. لا تجي مطار الوزن في الهاشتاج. ننتظر رسالتكم إن شاء الله ومشاركاتكم معنا على الهاشتاج. أبو مروان الله يحييك، يا أهلا وسهلا فيك. خير وسهلا. كيف رمضان معك طال عمرك؟ والله الحمد لله، رمضان مبروك. مش أحلى رمضان السنة ولا رمضان قبل 40 سنة؟ لا قبل 40 سنة غير فرق، والحين فرق واجد. الحين وش اللي فرق؟ اللي فرق طال عمرك قبل 40 سنة غير اليوم، كنا نتعب شباب ونشتغل ونتعب وهذا، ولكن نسأل الله المغفرة. يعني ايش يعني مقصر نفس سمبوسه مثلا يسافر في رمضان؟ ما قبل يعني اقول لك هذه سمبوسه مو بمالتنا احنا. وش مالتكم؟ احنا مالنا طال عمرك الفريد والهريس. هذا مالنا. يعني فطوركم في رمضان هريس و فيه كل شيء موجود، لكن انا وهل الدمام لو اذا ما يكون الفريد موجود ما 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 يعني يعني ابو مروان يعني الحين ما تاكل سمبوسه يعني الحين؟ الحين؟ لا ما اكل سمبوسه، اكل واحده واحده على الشهوة، ولا اكل ضرب في الثريد، اهم شيء الثريد. تضرب في الثريد وفي الهريس. الثريد والهريس. جعله بالعافيه. الله يعافيك. جعله بالعافيه ان شاء الله. ابو جابر يعني انت ما شاء الله يعني خبير في التاريخ، اكيد عندك انت يعني مفارقات بين رمضان زمان ورمضان الزمن هذا. طبعا بالنسبه لنظرتي من الناحيه التاريخيه لما نقرا في التاريخ القديم عن رمضان اللي ورد في المخطوطات في الكتب كيف كان، ويعني احلل اللي يرد في المخطوطات واقارنه بالفتره اللي احنا فيها، يعني من المفارقات اللي شفتها في بين الازمنه القديمه اللي ما لحقنا عليها. ايه الأمية اللي كانت منتشرة في مجتمع الغوص في الخليج، يعني من ضمنها دارين والجبيل والدمام، منطقة القطيف،
في الأزمنة القديمة كان عدد العلماء محدود جدا، يعني يقرؤون ويكتبون لا يعدون على الأصابع في كل قرية. ففي شهر رمضان الناس تؤجر بقراءة القرآن، وكل يسعى زي نحن اليوم نحاول يختم ختمة ولا ختمتين يأخذ الأجر. ففي زمن الماضي ما كان اللي يقرأ القرآن إلا اثنين أو ثلاثة، فنجد في وش السبب طيب؟ قلة العلم وقلة المادة في ذاك الزمن، ولكن كانوا يستبدلون هذا. فنجد مثلا في مخطوطة عن ختمة القرآن طبيعت في الهند، طبعوها أسرة المبارك، أنا عندي نسخة منها ورثها عن أبو جدي، موجودة عندي في البيت، طبعت الهند. من ورثتها من أبو جدك؟ أي نعم، ورثها كان قاضي هو في المنطقة. ما شاء الله. فلما أقرأ فيها وأشوف الشروحات فهمت منها أن استعاضوا عن أن عدم وجود ناس قراء كثر، كانوا يجتمعون في المجالس، يعني كل أربع خمس مجالس في كل قرية ويجيبون مقرأ مدفوع له ثمن، فيقرأ كل ليلة جزء من القرآن والناس تستمع، اللي ما يقرأ يستمع يعني احتسابا للأجر، فيجلسون يستمعون وبعدين وجبة العشاء. فهذه يعني الآن فارق كبير بين زمن، خلينا العشاء بعد يصير هو السحور طبعا، وهي جزء من الأجر طعام الطعام. جميل. ويستعاض عن الناس اللي ما تقرأ تجي تستمع القرآن فتأخذ أجر الاستماع. في زمننا الحمد لله الآن الناس تعلمت، فالحمد لله الآن يعني كل واحد يأخذ مصحفه ويقرأ وكذا، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله فعلا، يعني الحمد لله، وهذه أحد الفوارق يعني. جميل. أبو مروان ذكرتي أنت الهريسة، وكان عندنا حلقة قبل ثلاثة أيام. أيوة. يعني ظاهر لو أنك معنا فيها ما رحت بيتكم. لا والله، لا اعتقد انه ابو مروان موجود، ما ياكل من ال كانت مليانه، اذا انه ما ياكل سمبوسه ما ياكل. شو اسمها هذيك الثانيه؟ المفروكه، مفروكه ولا فريكه ولا وشو اللي جابوها؟ والله نسيت. اكله دماميه اسمها مفروكه، اسمها الطاهر مفروكه. مو عندنا مفروكه حساويه، هي في حرف الصاد يعني، اعتقد شنو هي مفروكه؟ ما اعرف مفروكه، ما ادري. ابو مروان هي اكله دماميه كانت، لكن شايف الموضوع يعني كان عندنا احد الاسر المنتجه من اهل الدمام، وما شاء الله تبارك الله يعني جابت الاشياء الشعبيه اللي كانت قديمه زي ما ذكرت، زي ما تفضلت كان الهريس موجود، وكان العصيد، العصيد وكثير اصناف. ولا حتى هذه ابو مروان ما تاكلها؟ اي عصيد ما تاكل انت؟ العصيد هذا ما ناكلها الا في الشتاء. عصيداتنا احنا على سكر، سوي العصيدة على سكر طال عمرك، وعليها قرص بيض وعليها فلفل اسود، وناكلها في الشتاء. غير الشتاء ما ناكلها العصيدة، في الشتاء ناكل عصيداتنا احنا، هل الدمام وهل الحاسة كله ما نسأل في الشتاء العصيدة تحلى ايام زي البرد، الدف بالبطن سمعت. هالحين لا، في ايام الصيف ناكل اشياء اللي تبرد، مثل احنا الأولين ما عندهم فطور إلا خبز هوني، خبز خباز وقلاص حليب، تغط هالخبز في قلاص الحليب، هذا الفطور الصبح. هذا هي، هذا هو طال عمرك. وفي الشتاء يسوون العصيدة علشان خلاص يأكلها واجبة ذي، ترقم ورقام لين لين الغدا خلاص تلبد البطن. تلبد البطن. طيب عمو أبو صالح والأبو جابر، نطلع إن شاء الله فاصل ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل. مفروكة ما عندنا مفروكة إحنا إلا مفروكة. هذا البرنامج برعاية
ميدان الخليج للخياطة الرجالية. رؤيتنا نطمح بأن تكون المؤسسة رائدة في الخياطة الرجالية. رسالتنا تقدم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام. أقمشة راقية وموديلات حديثة. العنوان: رأس تنورة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، مقابل مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. للملاحظات وللاستفسارات 0096548712225. مطاعم ومطابخ خيرات سبا يقدم لكم أشهى المأكولات الشعبية، لحوم وأسماك طازجة محلية، قسم خاص بالمضبي والشوي، أكلات يمنية وسودانية، قسم خاص بالحفلات والمشاوي الخارجية بخدمات متكاملة، قسم العصائر الطازجة، استعدادات لوجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك. مطاعم ومطابخ خيرات سبأ، مأكولات عريقة بطعم مميز. الدمام، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق، هاتف 013-820-7780 013-820-7783، جوال 0555-771849. موجودة ما أعرف. أوكي، حياكم الله عزيزي المشاهدين. يا أهلا وسهلا فيكم. الحقيقة المجلس اليوم ثري مع العم صالح ومع أيضا أبو جابر، فسوالفهم ما وقفت تحت الهواء، وما زلنا يعني مستمرين أيضا استفدنا منهم يعني حقيقة في هالمجلس الطيب. أبو جابر، يعني عن تاريخ المنطقة الشرقية، يعني لو تعطينا نبدأ عن تاريخ المنطقة الشرقية قديما وحديثا بحكم اختصاصك. نعم، طبعا المنطقة الشرقية لما نتكلم على هي تنقسم إلى منطقتين في طبعا العصور الجاهلية إلى نهاية الدولة الجبرية، يعني كانت تنقسم إلى الخط وطبعا الساحل البحر اللي يمتد من تقريبا الكويت إلى تصل بينونة هي الإمارات اليوم، ومركز الخط القديمة هي منطقة القطيف. هذه كانت الخط. المنطقة الواحة العامرة فيها كانت من صفوة إلى الظهران. خلفها تجي هجر، اللي منطقة من توصل بعد البر اللي من خلف الخط إلى أن تصل الأحساء. هاي المنطقة من وين بالضبط هجر؟ من وين تحديدا هجر؟ في الماضي يعني المناطق اللي في الصحراء، القرى اللي تقوم في الصحراء. نعم. خلف البحر هذه يسمونها هجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه عبد القيس يعلنون إسلامه في 9 الهجرة، فسألهم أي هجر أعز؟ فقالوا المشقر يا رسول الله. هاي دليل ان في اكثر من هجر كثيره، فلما قال ايها اعز ايها اغنى ايها اعظم، فقالوا المشقر يا رسول الله، اللي هي اعظم الهجر هذه كانت موجوده. فعندنا الخط وعندنا هجر، وهذه منطقه ممتده طبعا من زي ما قلت من كاظم اللي هي الكويت الى بينونه اللي هي الامارات، بعدها طبعا تروح عمان، وبعد المنطقه هذه تدخل في منطقه العراق القديم من بعد الكاظمة. هذه كلها منطقة يعني التصنيف الجغرافي القديم لمنطقتنا. طيب ايش سالفة انت يعني عن الرسالة العلمية للشيخ عبد العزيز الصديق، ايش يعني نبغى ناخذ نبذة عنها؟ هو طبعا الرسالة هذه نادرة جدا، انا طلعت عليها، كانت اهداء للمخطوط من احد الاشخاص من الكويت. احنا كنا نرى مخطوطات رسائل علمية بخصوص فتوى هل يجوز الغوص في رمضان او لا يجوز. هذه فتوى تعتبر رسالة علمية، يعني يناقش فيها اراء العلماء بخصوص هل يجوز الفتوى او لا، هل يجوز الغوص في رمضان، يعني لان الناس اثاروا موضوع في البحرين، بعض العلماء المحمود ومثلا
السعد، العلماء المشهورين في البحرين في ذاك انه هل يجوز الغوص في نهار رمضان او لا؟ نقول ممكن الغوص يشرب ماء مثلا. ايضا في الكويت اثاروها وخرجت رسائل علميه. هذه الرسائل العلميه اللي بالكويت وبالبحرين مشهوره. الرساله النادره هذه للشيخ محمد بن عبد العزيز الصديقي جاتني هديه من الكويت، فلما قراتها كانت بامر من الملك عبد العزيز رحمه الله يستفتي، هو كان عالم في الدمام عند الامير سعود بن جلوي في ذاك الزمن، فيستفتي هل يجوز او لا، فارسل يعني الرساله هذه فيها اراء العلماء المذاهب الاربعه، وبعد ذلك الفتوى بجواز الغوص في شهر رمضان. جواز بجواز ممتاز. بما ان احنا نتكلم عن الغوص والغيص والبحر والبحر، خلينا نحول على ابو مروان. ابو مروان يعني عطنا ذكرياتك، او قبل ذكرياتك عطينا وشنو معنى كلمه نهام في الكثير من المشاهدين وعديد من الناس، يعني خاصه اللي في المنطقه الغربيه، في منطقه الرياض، في المنطقه الشماليه، في الجنوبية، ما يعرفون شنو كلمة نهام. نهام الحين طال عمرك الأول ما يعرفون، الحين ما شاء الله عليهم يعرفون، لأن احنا نعتقد ان ما يعرفون، لكن هم يعرفون، لأن في أبهاتهم وأجدادهم خصوصا منطقة نجد دخلوا الغوص وقاصوا دخلوا الغوص، وفي ناس بعد من الشمال دخلوا، اللي جاوا دخلوا، لأن ذاك الوقت ما في إلا الرزق على الله ثم على الغوص. نعم. عطنا معنى الكلمة. معنى الكلمة طال عمرك هنا النهام هذه مهنة، مهنة زي مهنة الغيص وشو اسمه السيب. طبعا بس عشان الإيضاح، انت الحين جاي تشرح معنى النهام وحب تحير المشاهدين في الغيص وفي ذا الغيص والغواص. الغيص والغواص اللي ابو صالح والسيب اللي يسحب الغيص اللي يسحب الغواص من البحر. اي ما يبغى له هذا. هذا حلو. النهام هذه وظيفه يعني من اسمه قيص غواص وسيب اللي يسحب. سيب يعني يسحب. زين ابو مروان رجعنا للنهام. النهام طال عمرك الاول الغوص اللي يركبوا الغوص، الاول يسمونه ركوب، ركبوا الغوص، ركبوا المحامي ودشوا الغوص. طيب كل محمل على اليزو اللي فيه وعلى النوخذ اللي فيه، سمعت اذا كان من النواخذ القويين اللي عندهم ذاك وعندهم يزوى وايد، ما تضيع الجمهور باليزوى، يعني ناس وايد من الغاصة ومن السيوب موجودة. بعض المحامل يصير فيه من اثنين إلى ثلاثة نهامين، وبعض المحامل نهامين، وبعض المحامل يعتمد على كبر على كبرها وعلى قوة النوخذة. أيوة. مالك المادية يعني. إيه قوته المادية طال عمرك، لأن في ناس تجي تقول والله نهام، يدورون النهام الطيب اللي صوته زين، نهام هاي فلان السنه تركب ويانا، قال لا روح اركب وياك، بركب مع فلان ناخذ فلان. طيب عطنا نهمه كذا على السريع. زين خلنا اعلمك. طيب هنا الناخذ يختار افضل النهامين واقواهم صوت واحسنهم صوت. يا سلام. عشان يركب، ليش؟ لان هذول هل في المحمل هذول ما فوقهم سماء وتحتهم بحر، وفي هالمحمل هذا سمعت يضيع الوقت يعني. ايه وتحصلهم طال عمرك عندهم ذكريات وذي، ويحمسهم على الشغل تحميس. ايه لما يامر الناخذ النهام يقول يا فلان احنا اليجوى كسلانين. ايه قوم نشطهم، اعطينا نهمة نشطهم. من صوت النهام؟ او يا مال او يا مال او يا مال هم يجرون على المحمل بالمياديف، يجيهم نشاط، يجيهم نشاط. ليش؟ لان هم بيجرون على المحمل كبير، بيسحبونه بيدخلونه غزر البحر، بيودونه شي يجرونه فيه، شي يدخلونه البحر غزير بالمياديف. او يا مال هم اليزه يا او يا مال او يا مال او هلي نزلوا هالمياديف، زرق المحمل يزرق البحر، يصير ملس يمزق مزاق، بس كنت شنو صابون الدوث. سمعت
وفي نهمة طال عمرك بعد هو نفس الكلام الزهريات ونفس الكلام النهمة على لما يصعدون المحمر بالمياديف أول يجرون عليه على الخراب وينهم وبعدين ينهم على الميداف وبعدين ينهم على الديل على يعني في فرق بين النهمات النهم الصوت واحد خليك بالصوت بس الكلام يختلف الكلام يعني في فرق بين إنه تنهم وانت رايح وتنهم وانت جاي ولا يعني هو النهمة طال عمرك في البحر ما توقف النهمة ليش لأن يجون هيرات يجون الهير هذا ويقعدون عليه ويغصونه إن الله رزقهم فيه بشيء في هالهير زين ما الله رزقهم غير المكان صوت النهم يا سلام عشان هو عم صالح الشعر دعاء ولا غزل ولا كلمات الأبيات شنو والله كلمات الأبيات طال عمرك فيها دعاء وفيها حق وساعة السدر يدعون الله شلنا واتكلنا واتكلنا على الله الله عليك اتكالي كل هذه من الدعاء طيب عم صالح انا عبد الله شويه اشوفه انا والله مو شيء ابغى نهمه اتنشط شوي اتنشط شوي اعطني واحده اعطيني نهمه طال عمرك جاء امر الغضب اسمحوني مسكوم بس عادي يا ابدا بسلامتك جاء امر الغضب جمر الغضب واستغفر ضيعتوني كلها منك انت السبب عبد الله ما بلاش يا اليوم يا صاحب الدوم لي صاحب الدوم وما يسلي عن اهبالي بالي من طيب جنسه او الدعاد ما بالي يا يبا او الدعاد ما بالي حال جميع الطيب والحسن والمعاني يا يبا خدت ملوان خدت ملوان ولا شم العليل طيب طيب وبالعين لو طالعك ولو فيك جرحي طيب يا يبا وان كان ننساك تراني خالي البالي يا ما الله يعطيك العافيه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بس نريح حنجرتك شويه لانه اليوم نشتغل عليك احنا ابو جابر هذا النهمات اللي سمعتها الحين اكيد ذكرتك شيء بتاريخ يعني في يخص المنطقة الشرقية يخص التاريخ خاصة في رمضان وغير رمضان وطبعا النهمة هذه البعد التاريخي حق موضوع مصطلح نهمة كيف جاء في التاريخ هو طبعا موضوع يحتاج يعني واحد يكتب فيه مؤلف كامل عشان واحد يرجع للعمق التاريخي حق موضوع النهمة كيف جاء النهمة في قبل الإسلام في منطقة البحرين القديمة هذه النهمة قبل الإسلام بدأت في البحرين في منطقة البحرين القديمة هذه كانوا يطلقون كلمة النهمة على الشخص الدين طبعاً ما أقطع وردك أستاذ بس للإيضاح أنه منطقة البحرين كانت تشمل الحسا وساحل شرق الجزيرة الساحل الشرقي كله يعني الدمام على الخضر على كلها كانت تسمى كلها قطر البحرين والإماراتها كلها البحرين تفضل يا في الماضي كان المنطقة هذه قبل الإسلام أتكلم كان رجل اللي يتعبد الله سبحانه وتعالى طبعا كانوا في المنطقة هذه رهبان نصارى العرب شكرا هم بشروا بمبعث نبي آخر الأمة يعني تجدها في سيرة ابن هشام في الزمن هذا خرج النهام النهام المقصود فيه في الخليج القديم أن الراهب اللي يخرج في صومعه يعتزل الناس يتعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الدعاء عشان كذا انا سالت ابو صالح على موضوع انه دعاء هل هو ادعيه انا والله كان يدعون الله سبحانه وتعالى بنفس التراث هو يتكلم انه في الماضي كانت ادعيه يعني لكن الان ما اعتقد في القديم يعني. هذه كانت انه دعاء الى الله سبحانه وتعالى فكانوا لما يسمعون الصوت حق المتعبد الى الله سبحانه وتعالى معتزل الناس في صحراء او في يعني صومة حقه او في الدير حقه ويتعبد الله سبحانه وتعالى فالنهايه انها هي دعاء او صلاه الراهب راهب اللي قبل الإسلام
وهم طبعا في سيرة ابن هشام أنه راهب من دارين. لما نرجع لكتاب سيرة اللي هو طبعا حتى في صحيح مسلم والإصابة في تمييز الصحابة ذكرت هذه الرواية أن راهب من دارين كان يبشر بمبعث نبي آخر الأمة. فهذه القصة مرتبطة، النهمة مرتبطة بدعاء هؤلاء الناس. والآن بعد الإسلام، بعد الإسلام طبعا تحولت إلى مهنة مرتبطة بالأعمال البحرية، أن الدعاء مرتبط بطلب الرزق وتسهيل الأمور وكذا وكذا، يعني زي وظيفة، إلى أصبحت وظيفة إلى زماننا هذا، اللي دعاء يعني يرافق البحارة يسهل عليهم، يدعو الله سبحانه وتعالى بتسهيل أمورهم أن يزيد رزقهم. يعني فيها نبرة جمال يعني حقيقة، يعني ينطرب لها المسامع، تنطرب جدا يعني في بعض الكلمات برضو تعرف يعني أنا إيش اللي حسيت لما عم صالح كان ينهم قبل شوي، حسيت إن لما تطلع البحر بالأشهر 3 شهور 4 شهور 6 شهور داخل البحر يصيب البحارة نوع من الغربة، من الغربة هذه نوع التسلية يعني. فلما مثلا تيجي كلمات مثل كذا يعني يحس بانتعاشة، كأنه في مخاطبات روحية مثلا في هذه الغربة. أنا كذا حسيت، حسيت أنا فعلا هي يعني نوع من أنواع إنه إيش مرتبطة بالبحر، تحس إنه فيها ارتباط نوع البحر. بس أبو مروان أبو جابر يقول إنها وظيفة، ماذا تأخذ عليها دراهم أنت ولا؟ يا عجل بعد ما صلى المصلي إلا يطلب الغفران المغفرة. شوف ما أخذ عليه. طيب ال- 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 النهام، أنت عندك عدة ألقاب، نهام المملكة، نعم، نهام المنطقة الشرقية، نهام الساحل الشرقي، الساحل الشرقي، ونهام الجنادرية، الجنادرية، نهام الدوخلة، ونهام نهام الدوخلة. عطنا من سماك التسميات هذه؟ والله هذا طال عمرك احنا نهام المملكة، من اطلق عليك الاسم؟ هذا اطلقت علي نهام المملكة بنت الملك سعود، بس بنت الملك سعود مضيع اسمها. اي بنت الملك سعود هذه شلون المناسبة وش هي؟ والله كنا في الساحل الشرقي، في الساحل الشرقي السنة هذه، وكنت أدي فقراتي طول العمر، وبعدين جاء واحد من الربع كان حق اللي يستقبلون الوفود، إبراهيم السنوسي. طيب وقال لي الأميرة تبغاك، قلت إن شاء الله. رحت أنا وياه، كانوا هم 3 خوات هم، ونهمت قدامهم، نهمت أول نهمة وطلبوا مني الثانية وطلبوا مني الثالثة ونهمت لهم وهذا. وبعدين عقب ما عاد اسمعوا قلت لهم أنا نهام شو اسمه نهام الساحل الشرقي، أطلق عليه الأمير سعود بن نايف. سعود بن نايف؟ أي نعم، الأمير سعود بن نايف. وسلطان بن سلمان نهام الجنادرية. فقالت وإحنا نلقبك نهام المملكة، نهام المملكة، على ما اسمع من الناس وايد يعني قدامهم مبروك مبروك ايش تبغى. قلت الحمد لله هذه نعمه كبيره، يعني تعني لك شيء كثير الالقاب هذه يا ابو مروان. طبعا تعني لي شيء، ليش؟ لان اللي ملقبيني مو بناس بسيطين، وبعدين انا في نظري احب نفسي استاهل. تستاهل، تستاهل، لو ما انا استاهل ما لقبوا. تستاهل، وحنا تشرفنا بوجودك انت ابو جابر. تستاهل، وبعد تستاهل بعد اني انا ارجع لك مره ثانيه بعد الفاصل. بس اعذرني ان بنطلع فاصل اعلاني وبنرجع لكم طلع. تعطينا كم نهمه يا ابو مروان ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، يعني نروح الفاصل الاعلاني ونعود لمجلسنا الجميل وضيوفنا الاجمل، خليكم معنا. هذا البرنامج برعايه
كندان الخليج للخياطة الرجالية. رؤيتنا نطمح بأن تكون المؤسسة رائدة في الخياطة الرجالية. رسالتنا تقدم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام. أقمشة راقية وموديلات حديثة. العنوان: رأس تنورة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، مقابل مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. للملاحظات وللاستفسارات 0966548712225. مطاعم ومطابخ خيرات سبا يقدم لكم أشهى المأكولات الشعبية، لحوم وأسماك طازجة محلية، قسم خاص بالمضبي والشوي، أكلات يمنية وسودانية، قسم خاص بالحفلات والمشاوي الخارجية بخدمات متكاملة، قسم العصائر الطازجة، استعدادات لوجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك. مطاعم ومطابخ خيرات سبأ، مأكولات عريقة بطعم مميز. الدمام، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق، هاتف 013-820-7780 013-820-7783، جوال 0555-771849. أهلا بكم مجدداً أعزائي المشاهدين في سهرتنا اليوم مع ضيوفنا الأعزاء اللي هو النهام أبو مروان. حياك الله أبو مروان. الله يحييك. والدكتور أبو جابر اللي هو جلال الهارون. حياك الله. أعزائي المشاهدين، ننتظر مشاركاتكم على هاشتاج مجلسنا أندرسكور ديمم. دكتور جلال، أنت خريج علوم سياسية وعلاقات دولية، تحمل بكالوريوس هندسة معمارية وماجستير في هندسة البناء. صحيح. يعني هذه كلها ما شاء الله تبارك الله والتاريخ. إيش العلاقة بين الشهادات هذه ما شاء الله والتاريخ؟ وطبعا التاريخ أخذت يعني من بديت أبحث في التاريخ. طبعا التاريخ، الإنسان لما يبحث في التاريخ يحاول يكتشف العالم اللي هو عايش فيه، يعني كيف. فلما بحثت، أنا كنت في أول كتاب كتبته مخطوط في المتوسط. في المتوسط كنت أجمع يعني اللي يكتب في الجرائد عن منطقة دارين خصوصا، يعني وفي المجلات وفي الجرائد وكذا. وبعد ذلك سبحان الله توسعنا في قراءة أمهات الكتب مثل تاريخ ابن خلدون والطبري، وبعدين المراجع اللي مختصة في تاريخ البحرين زي مثلا تاريخ التحفة النبهانية، تاريخ ناصر الخيري. وسبحان الله يعني مع الوقت بدأ الإنسان ينقد هذه المصادر، وين الخطأ وين الصحيح، ورجوع إلى المصادر الأراشيف زي مثل الأرشيف البريطاني. أما البكالوريوس في الهندسة المعمارية والماجستير في علوم البناء، فهذه يعني مجال عملي وحياتي، اللي أنا يعني كتخصص ما له علاقة في العلوم السياسية. على كل مرتهي أساسا سماها علوم سياسية لأنها أساسا من عدة تخصصات من ضمنها التاريخ وعلم الاجتماع فأنا أخذتها في رسالة كانت أطروحة في التاريخ السياسي للمنطقة للتاريخ البحرين عموما، جزيرة أوال، وناقشت تطور فكر السياسي في المنطقة الشرقية بناء على حصيلة قراءتي للفترة الطويلة، يعني كثمرة للجهود اللي كم يعني عدد السنوات اللي مثلا أنت تبحث في التاريخ وتوثق البحوث اللي أنت قاعد تعملها، كم سنة يعني تقريبا؟ يعني أنا تقريبا في المتوسط زي ما أقول لك عندي أول مخطوط كتبته في المتوسط موجود عندي، يمكن 25 سنة 22 سنة 25 سنة إذا ما خانتني ذاكرة في الفترة هذه. يعني خدمك التاريخ في الهندسة؟ أكيد، يعني خاصة العمارة
يعني العمارة مختلفة. العمارة هي أساسا مبنية على الإبداع والابتكار في التصميم. فإذا ما يكون عندك مثلا في تاريخ العمارة مثلا العمارة الإسلامية والعمارة القوطية والعمارة أكثر من فهذا أساسا كيف يعني تبتكر الطراز والثقافة وكيف تطورت الفكر والبنية الحضارية حق الإنسان وثقافته كيف أثرت على العمران نفسه في التصميم وغيره. فلما تكون قارئ في التاريخ وعندك إلمام كبير تقدر تعرف تقرأ العمارة هذه هل لها ارتباط بعد ديني، هل لها بعد حضاري معين، هل التكنولوجيا أثرت في التصاميم. جميل، مفيدة جدا. جميل جدا. طيب أبو مروان شكلك أخذت غفوة، أنت نعست. لا لا أسمع كلام مرتاح، حلو كلام. الله يسعدك. متى أول مرة دخلت البحر؟ كم كان عمرك؟ أنا ما دخلت البحر، قيس ما دخلت. لا مش قيس، لا أتكلم يعني كنهام أو مشاركة في أما البحر. إحنا عيال بحر، عيال سيف، طفولتنا كلها في السطوة. كم كان عمرك أول مرة طلعت البحر يعني؟ طلعت البحر والله شو أقول لك يعني تقريبا. دخلت البحر في المحمل. لا كان عمري 14 سنة تقريبا في المحمل. إيه 14 سنة. ومارست اللي هو النهامة في لا صيد. أول شيء صيد. إيه أول شيء صيد، صيد دخلنا مع ذي، وبعدين دخلت اشتغلت في البحر بعد تبع شركة القصيبي، كنا نجر ربيان في منيفة تبع البحر يعني. أي طيب بسألك عن شيء والمختلفين فيه يعني شريحتين من الناس. الغواصين أو المحمل كان يطلع البحر 3-4-6 شهور مضبوط؟ أربع شهور وعشر أيام تقريبا. زين، كيف كانوا يحصلون على الماء العذب؟ فيه رواية أنه بتكون معنا يا دكتور، في رواية أنه البحر نفسه يكون فيه منطقة، سبحان الله المنطقة هذه يكون فيها ماء عذب، ومن يعرفها في موجوده. حكينا عنها في موجوده مرة. في موجوده طال عمرك في عين في الجبال، تكون عين وسط البحر، في وسط البحر تشافه. اي حلوه عذب حلو ما في احلى منه. ينزل الغيص بالجربه ويجي حلج الفوهة هذه ويبطل حلج الجربه وتتعبى ماي حلو، يسكر الجربه ويطلع. سبحان الله. يعني هي ما تختلط يطلع مع الماء، يطلع ماء منه. طبعا احنا لو تاخذ هذا الفوهة اللي يطلع منها الماء الحلو، لو تعديت الفوهة هذه مني ما مالح، ما مالح، لكن هذا الماء الحلو اللي يطلع من هالشكل. يعني الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يعني كآية من آيات الله سبحانه وتعالى يعني موجودة إليه هناك برزخ الان. هذا ملح، هذا ماء سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. وكان يجون الله سلمك عندنا في الدمام في عين موجودة لحد الحين، موجودة اللي كانت في خفر السواحل الحين اللي في الدمام، لأن منطقة خفر السواحل هذه كان البحر يدور دار ما دارها، وكانوا هل الدمام يشربون منها ويروون منها ويغسلون منها. سبحان الله. لا سقة الماية ما يدشون إلا على طيب صغيرات وإيش ما يسمونها. طيب أبو مروان، العيون هذه اللي في وسط البحر لها علامات معينة تعرفونها؟ هذه العين اللي في خفر السواحل هذه على شهفة على جبل. لا خلي لي، لا أتكلم خلي لي في داخل البحر، اللي فوق سماء وتحت بحر، ما في شيء عندك ثاني. ايه؟ كيف تعرف إنه المنطقة العين هناك يعني؟ يعرفونها الغاصة والنواخذ. تعودوا على في علامات معينة. لأن في الله سلمك في يمكن أخوي يعرف في نايلة يسمونها نايلة، النايلة هذه نايلة راشد بن فاضل، هذا نايلة راشد بن فاضل في منها مخطوطات بس ما أدري وين. تبين لك لو تقط إبرة شفت الإبرة تقطها في البحر في أي منطقة من البحر تقطها، النايلة هذه تجيبك لمحلها. النايلة، النايلة أن على النجوم وعلى هذا كل شيء مدروس، زي الخارطة والماجلانة الحين اللي يوديك، هذه قديمة نايلة راشد بن فاضل. والناس يطول عمر يعرفون ويمشون على النجم، يمشي على النجم، حط النجم الفلاني على. طيب حلو يا مروان، خلينا يعني
اكيد عندك معلومه عن نايله هذه. طبعا ايش هي بالضبط النايله؟ طبعا هي المواخذ القدامى اللي كانوا موجودين في الخليج كانوا يعتمدون على ثلاث متغيرات. طبعا العمق يبلدون عندهم البلد هذا نوع من الرصاص مربوط بحبل يقيسون الاعماق. فلما يبلد البلاد يبلد الناخذه يرسم خريطه طبوغرافيه اللي تحت البحر فيعرف هذا مثلا هنا رسم ذهني بالذهن نعم أيه. فيعرف المنطقه هذه مثلا اللي فيها عين الماء العمق المفروض يكون هالقد باع مثلا هالقد متر. فلما يجي يبلد البلاد يعرف وين العمق اذا كان واحد معناته لا اتجه هذا واحد من المتغيرات. جميل. المتغير الثاني اللي عندهم النجم. فهو لما يتجه الاتجاهات معايير يتجه على النجم ويقيس الاعماق عشان يعرف رايح على المنطقه اللي هو يبغاها اللي هي عين الماء. لازم يكون العمق مثلا هي اعتماد اجل على علم الفلك اتجاه النجم كامل. والعمق ينزل الرصاص هذا اللي هو البلد أي. يقيس العمق 5 متر 6 متر 3 متر وطبعا باعين يقولون اول فيمشي. اذا كان منطقه عميقه زي الوادي الان في معتلان لازم نروح في الجهه الثانيه عشان يوصل العين. المتغير الثالث التيارات المائيه. الخليج البحر فيه تيارات تحرف السفينه عن مجراها اي فيحسبون نسبه الخطا هذا ان كل فتره يبلد عشان يعرف ان التيار يعرف المره هذه من راس تنوره مثلا اللي دارين عندك تيارات مائيه باتجاه مثلا شرق فمعناته ان سفينتك تكون تمشي لازم تنحرف عن مسارها فيبتدي يبلد ويصحح. عندك ثلاث متغيرات. نايله هذه هي راشد فاضل الله يرحمه من اهل دارين جمع الخبرات النواخذه اللي موجوده في المنطقه ودونها بمخطوطه سماها النايله. والملك عبد العزيز الله يرحمه لما راجع هو ارسلها له موجود رساله راجعها فقال له سمها الدليل البحري احسن من النايله. فالنايله يمكن كثير من الناس ما يعرفون معنى فسمها الدليل البحري. ولا زالت موجوده الان موجوده طبيعه ثلاث لغات اللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه وراجعوها قسم العلوم البحار في جامعه الملك عبد العزيز. في مقدمتها يقول يعني ان شاء الله تسعفني الذاكره فيقول قصيده اذا اردت السلوك بلج بحر ومعرفه الديار وما يليها ذهابا والاياب فهو القرار فسر باسم الاله وكن جريئا والسفيه فلا تمار. بعدين اذكر النجوم طبعا اللي النجوم كلها في القصيده اللي هي مقدمه الرساله يعني حطوا على شكل علمي يعني هو في البدايه اخذ نجوم جامعه الملك عبد العزيز حولوها الى دقري درجات بحيث اليوم وقارنوها بالتغيرات اللي صارت نتيجة الحفر آبار البترول وصحوا. فالآن في كتاب طبع إلى زي ما اللغة العربية إنجليزي فرنسي. طيب بسألك بالسؤال يعني بما أن النجوم لها يعني دور كبير جدا في معرفة الأماكن وفي تحديد الاتجاهات وكذا القمر مسألة اللي هو المد والجزر ومسألة قربه وبعده عن الأرض هل يعتمدون عليها البحارة كذلك على القمر؟ والله رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يعني بالنسبة لي نقلت لكم العلم اللي قرأته يعني كاطلاعي على المخطوطة هذه وعلى هي اعتقد تاريخ النجوم يعني ما هي الأكثر يعني أبو والله مشتاق يا أخي نفس عندك توارد خواطر أنا حسيت بخمول شوي بس أبغى أسمع نهمة مشكلة ما نسمع نهمة ما هذا بس يقولون لولين الأولين هل السمك اللي يدورون السمك إذا أنت حداق لا تحدق والبحر خراب احدق ليلة القمرة أيوة 14 ليلة القمرة يكثر السمك هذا هو جاوبني أبو مرة ليلة القمرة في النص من الشهر يكثر السمك إيه لكن إذا ما في قمرة تروح تقط في خراب ما في سمك مثل اللي يذل في خرابه سبحان الله العظيم ابو مراد ليله القمره مول ابد النهامه الحين الان الفتره الحاليه باقي موجوده هي والله الحين ما في من ينهمون فيها ما في محامل تدش البحر غوص يدورون يعني النهامه انتهت خلاص انتهت بس الحين صارت من 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 التراث الحين صارت من التراث ننهم في الاحتفالات والمهرجانات والمهرجانات عشان نعلم الناس نرجع التراث والمهنة صراحة مهرجان الساحل الشرقي يعني لازم ما قصر صحيح لازم أبدع في هذه الأشياء وعلم في ناس يجون من كل محل النهام شنو مثل ما قال النهام شنو يبون يسمعون النهام يعرف شنو النهام هم يبون يسمعون وحنا بعد الحين بنسمع منك
أنا الحقيقة أوجه تحية أبو مروان ولك طعورتك بخير طال عمرك للأخ حمد الشعيفاني، يقول برنامج مميز ومشاهد بالشرقية بشكل كبير، مبدعين وتستحقون الشكر، وأنت أيضا لك الشكر أخوي حمد الشعيفاني على متابعتك. يبون نهمة يقولون زين إيه؟ إن شاء الله نقول لك نهمة. هذه النهمة طال عمرك الأفراق المحبين. ايه عاد هذه شكلك مبدع فيها ابو مروان، انت لما يدشون البحر ويروحون يتركون اهاليهم ويخلون يصيرون اهلهم على السيف، الحريم كلهم على السيف يودعونهم، والاهالي يودعونهم، فش يقول انهم عطنا وداتكم وداتكم بالسلام يا ضوى عيني، وخلافكم ما غضى جفني على عيني، ظليت يا سيدي جسم بلي روح، يا يبا جدفر من العقل وظل الجسم مطروح يا نور عيني، يا نور عيني مثل مرعاك واعيني، أوه يا مال أوه يا مال. هذه فيها وداع، ليش؟ لأنك تترك الأهل وتترك الله كلهم، تبقى تدير بيوت ما فيها إلا أبو 7 سنين، تدري أبو 8 سنين وأبو 9 يودون الغوص، يودون يشيلونه من حضن أمه ويودون الغوص أبو 8 وأبو 9 سنين، يودونه رضيف ولا تباب، الديرة تبقى حريم ما فيها أحد، كل الرجال طالعين، كل الرجال طالعين. طيب لحظة، وش هو الرضيف وتباب؟ هذه مهنة بعد من مهنة الغوص، حق الأهال هذا عشان يتعلمون مقدمات حق تعليمهم، تباب، التباب يغوصونه باع ولا نص باع عشان يتعلم، يتعلم ويساعد في المحمل. والثاني وش هو؟ رضيف وتباب. رضيف وش هو؟ هذا الرضيف اقول لك اللي يتعلم يخدم في الـ في الـ في يعني الخدمات، والتباب بعد نفسه يتعلم الغوص، باع نص باع باعين يتعلم الغوص، لين قطع السما طلعوه. ابو مروان انت لك مالك مشاركات في جمعيه الثقافه والفنون؟ ايه، او يعني ما استدعوك او ما تبنوك او يعني؟ والله انا لي مشاركات في جمعية ثقافة والفنون واجد، لكن هذا لا طال عمرك مثل ما يقول راعي المثل، من غاب عن عيني سلاه بالي. الله. من غاب عن عيني سلاه بالي. انا موجود وهم يعرفوني معرفة تامة، وشاركت وهذا في كثير من المهرجانات وكثير من التكريم، شاركت معاهم يعني شاركت معاهم استدعوني. انت بمرون لك مشاركات غير الساحل الشرقي ولا يعني بس في المنطقة او خارج المنطقة الشرقية؟ اشارك طال عمرك في، كنت شاركت في مهرجان في العيد حق ارامكو في الظهران، ومهرجان في الحسن في منتزه الملك عبد الله، وشارك في الجنادرية، وأشارك في الساحل الغربي، وأشارك في الدوخلة في القطيف، وفي أيام الشباب عودنا على وضع كنت أشارك برا المملكة مع الله يرحمه ويسكن دائرة فنون الشعبية، الفنون الشعبية كان اسم الفنون الشعبية في الرياض بإدارة الجنادرية. بعد أنت لك مشاركات فيها؟ هذا قبل الجنادرية. لا الآن في الجنادرية. في الجنادرية لا والله الحين ما أروح. تشارك في الدوخلة؟ الدوخلة كل سنة أشارك فيها. ممتاز، حلو. كل سنة طبعا أنا أشارك. بس بوضح للسادة المشاهدين يعني الدوخلة أيضا يعني هي يعني كانت زمان في المنطقة الشرقية هنا، يعني هي من الموروث الشعبي، فكان لما يروحون الحجاج من المنطقة الشرقية، وأكيد الدكتور يطالعني وهو أكيد عنده معلومات أكثر، أعطني معلومات. إحنا نسميها الدوخلة، هذا الدمام الخليج نسميها حياية. ها؟ حيايا حيايات وناس. هذه طال عمرك
طب ليش ما يسمونه الاسم هذا اللي تقول عليه؟ ها؟ أه؟ ليه ما تقترع عليهم؟ كل منطقة يعني؟ تختلف، كل منطقة تختلف الثانية، كل منطقة. بس احنا هل الدمام نسميها حيات؟ احنا نسميها حيبية، وهذا يسمونه حيبية. هذه في دارين، في دارين سنابس، سنابس يسمونها الدوخلة، يسمونها الدوخلة. الدوخلة وهي طبعا هي الموضوع لما يروح الحجاج، اي بقول حي يعني كتبوا عنها كثير الحيبية، احنا نقول لهم يقولون حجة أبي أو أبي أو كذا، يعني حجة أبوي، يعني لما يحجون أهلهم فيغفلون لأهل صغير يخلونه يزرع، يعطونه قفة ويزرع فيها أي ويلهونه فيها لين يردون أهله يعني وقت وبأنشودة جميلة. اي طبعا ينشدون أنشودة حلوة حقيقة. أيوه. الله يعطيكم العافية حقيقة، يعني أنستونا كثير. أبو مروان عندك كلمة أخيرة؟ اي عندي كلمة. احنا معلش أخوي احنا نسميها حياية. إيش معنى حياية؟ معنى تحجة. إحنا لما نقط الحيايات نقول مع السلامة يا حيايتي، حلليني وبري ذمتي، غديتك وعشيتك وفي البحر قطيتك. ليش؟ لأنها راحت حجة، يعني الموسم الحج خلاص انتهى، يوم العيد انتهى، ننتظر الحجة الثانية علشان نسوي حيايات ونقطها في البحر، والحجة هذه خلاص انتهت، والله يعودنا على حجة ثانية. الله الله يعطيك العافية أبو مروان، أنستنا وسعدتنا اليوم بوجودك وتواجدك وشرفت المجلس الذي يعني حقيقة دائما يثرون الضيوف. أنا استفدت منك أبو مروان أشياء شخصية بالنسبة لي حقيقة يعني. وعبد الله راح يكتب، هو كاتب مؤلف، راح يسجل الحلقة هذه بمشيئة الله تعالى إن شاء الله. صح؟ ربطك بعد الهواء إن شاء الله. دكتور طال عمرك نبغى منك كلمة أخيرة قبل نهاية الحلقة أو الفقرة. الله يجزاكم خير وبرنامج ثري وناجح. الله يعطيك العافية. أتمنى إن شاء الله الإخوان المشاهدين استفادوا ومن اللي تكلمنا فيه ويتجاوزون عن أخطائنا وزلاتنا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام ألف صحة طيب. وسلامة. يعطيك العافية. يعطيك العافية أبو مروان، يعطيك العافية على هالحقيقة الفقرة اللي كان ودي إنها تستمر طويلة والله يعني، راحت بسرعة يعني، راحت بسرعة والله بسرعة البرقة. أعزائي المشاهدين يعني خلوكم معنا بعد الفاصل، فيه معانا منشد ومعانا شاعر راح يثرون ايضا هذا المس ان شاء الله. الليله كلها يعني نغمات اليوم. بنشوف عاد احنا سمعنا هام، بعد شويه حنسمع منشد، وابغاكم يعني يا استاذ المشاهدين تقارنون يعني وش اللي اجمل فعلا، هل هو النهام ولا المنشد؟ وبنسوي عليها طاهر عبد الله مجهز جائزه لهذا الكلام. ايوه الجائزه موجوده ان شاء الله. نطلع هذا الفاصل ونعود لكم. يعطيكم العافيه. شهر الخير يانا، شهر الصوم يانا، وعساكم من عواده.
هذا البرنامج برعاية هندام الخليج للخياطة الرجالية. رؤيتنا نطمح بأن تكون المؤسسة رائدة في الخياطة الرجالية. رسالتنا تقدم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام. شراقية وموديلات حديثة. العنوان: رأس تنورة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، مقابل مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. للملاحظات وللاستفسارات 0096548712225. مطاعم ومطابخ خيرات سبا يقدم لكم أشهى المأكولات الشعبية، لحوم وأسماك طازجة محلية، قسم خاص بالمضبي والشوي، أكلات يمنية وسودانية، قسم خاص بالحفلات والمشاوي الخارجية بخدمات متكاملة، قسم العصائر الطازجة، استعدادات لوجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك. مطاعم ومطابخ خيرات سبأ، مأكولات عريقة بطعم مميز. الدمام، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق. هاتف 013-820-7780 013-820-7783. جوال 0555-771849. عودة مجددة لكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم مجلسنا، يأتيكم يوميا على قناة الدي ام ام الفضائية من المنطقة الشرقية. ودعنا الضيوف في الفقرة الماضية واستقبلنا الضيوف، الخيمة مفتوحة للجميع، يعني جميع من يذهب ويعود هم أخوة وأعزاء. ضيوفنا في الفقرة التالية هم الأستاذ علي الحلافي، مدير قناة السيوف الفضائية ومنشد. حياك الله استاذ علي، وكل عام وانت بخير. وانت بصحه وسلامه يا رب. الله يحييك، نورنا. الله يبقيك وان شاء الله يطول اعماركم يا رب. الله يشرف الله تواجدي في هذه الحلقه المميزه والجميله. تسلم حيك. تسلم، حياك الله استاذ علي. ضيفنا الثاني اعزائي المشاهدين الاستاذ محمد ابن الشرع، هو شاعر. حياك الله استاذ محمد، كل عام بخير. الله يحييك طال عمرك، والله يجعله ان شاء الله شهر خير وبركه على الامه الاسلاميه وعلى مجتمعنا القريب في المملكة العربية السعودية وفي أهل الشرقية أهل الخير. الله يحييكم إن شاء الله. حياكم الله. أبو فارس، وهو يقول إنه سمى ابنه علي أنا. وأنت جهزت الهدية؟ ما يحتاج، الهدية جاهزة.
وش الهدية؟ ما عليك الحين الهدية يمكن يطلعها بعد المخرج بيورينا اياها موجودة على التلفزيون. ومن حضر القسمة طبعا هذه ما هذه كلام والله ابو سالمان كفو يسمى عليك. تسلم والله الله يحييكم جميعا. ابو زياد ولا ابو عبد الله. تسلم الله يحييكم جميعا وحياكم الله. استاذ محمد كيف رمضان معك؟ ترى الشعار رمضان عندهم يعني غير. والله رمضان شهر كريم على كل الأمة الإسلامية. اللهم آمين. سواء شاعر أو غير شاعر وشهر خير وبركة. يقولون الشياطين صفد فيه. ولا صفدت الشياطين بعض القصائد سبحان الله تختفي. ما صريح ما عاد نلقى بعض القصائد. شوف انت كنت سمعت في رمضان غزل ولا هجاء؟ لا عندنا مخرج هنا طال عمرك يعني دقيق جدا احتمال يطلع الكلمه هذه في الشاشه الحين. الله يكن شر الله يكن شر. يعني اجل بالنسبه للشعر هدوء ان شاء الله. لا طيبه يعني ما في. الحقيقه ان الشعر ماخذ حقه في كل شهر والشعار يجمعون في رمضان ويطلقونها في العيد. يا سلام. نعم. دفعة واحدة دفعة واحدة دفعة واحدة. اجل موسم تجميع موسم تجميع اهل القطيف يجمعون السمك وتجمعون الشعر. صحيح صحيح. القصايد القصايد صحيح جميل نستفيد منهم اجل احتاج بعدين احنا نجلس ننتظرهم الين ينثرون القصايد. وانا اتوقع ما بنخلص المجلس هذا الا انتم مسوين اتفاقية بتاخذ قصيدة ويشرشد وشاعر. انا اتفقت معاه قبل الحلقة اصلا قبل ما خلصته يعني يشرفني والله. الله يسلمك ويعطيك العافية. انا لي الشرف استاذ محمد التعامل معاك وقصائدك جميلة وانت انسان مبدع يعني معروف ما يحتاج. الله يطول عمرك. هذه معناتها هو قبل شوية قال من حضر القسم فليقتسم. والله دام في اتفاقات بينهم معناته ان احنا ما كلنا بالليلة رحنا فيها. طيب استاذ علي كيف رمضان معكم؟ كيف يعني الاجواء؟ والله أجواء رمضان بالذات هذه السنة المنطقة الشرقية تبارك الله يعني أجواء جميلة فيه تفاعل فيه فعاليات فيه يعني تنظيم جميل جدا في هذه الفترة. يعني شهر ما شاء الله تبارك الله شهر خير شهر تعاون تكاتف محبة. يعني ما شاء الله تبارك الله احنا غطينا كتغطيات إعلامية لل حق تفطير الصائم نشوف الشباب اللي متواجدين عند الإشارات المتطوعين المتطوعين والمتطوعات الله يجزاهم خير إن شاء الله نوجه لهم يعني كل الشكر ما شاء الله تبارك الله. ثالث حلقة كانوا معنا متطوعين جميل وأبرزنا جهودهم ويعني مهما نفعل لهل المتطوعين هذولا احنا ما نوفيهم حقهم بصراحة يعني والله يستاهلون يعني للأمانة هم باذلين جهد يشكرون عليه وجهد جبار وحنا والله العظيم يعني متعاونين معاهم وبالعكس ندعمهم في مثل هذه الأمور. فالحمد لله يعني رمضان جميل جدا جميل. والله يتقبله منا ومنكم إن شاء الله ويجعله اللهم رمضان خير وبركة علينا. طبعا هذا المجلس اليوم عبد الله كان عندنا قبل شوي أبو مروان نهام وطربنا الحقيقة بالنهم وعندنا الحين منشد والظاهر بيطربنا برضو بالإنشاد. والله يبشروها بالسعد لكن أنا والله أستاذ فارس اللي تامرون فيها بشروا بعزكم بيض الله وجهك. احنا قلنا رمضان ونركض ما قال ركضوا الشعار احنا نركض المنشد. انتم مرتبطين بالشعار يعني الصوت بدون مؤثرات ما فيه شيء مره طبيعي. الصوت بدون مؤثرات صوت اسلامي صوت يعطيك العافيه. كيف احنا طبيعي اكيد مع الشعار معلش استاذ فارس اكيد احنا استاذ عبد الله بدون الشعار احنا ولا شيء اكيد يعني كل دعم شعار لنا بقصائده والمنشد ما طلع الا من الشاعر بالقصائد الشاعر. اي نعم ولا كيف طلع المنشد؟ بس في منشدين شعراء في منشدين شعراء هذول لحالهم اذا كان يعني زي اللي يقول منه الله لما تخلقه. ايوه في منشد وشاعر وفيه منشدين فقط صحيح. انا لاني بشاعر ولا اكتب ولكن والله اني استمتع بقصائد الشعراء انطرب مع قصائد الشعراء اتغنى والله يعني بقصائدهم الجميله تطربني يعني حنا فائدتنا كلها وفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالشعراء. اذا خلى الشاعر تعطينا كذا بيتين عشان ادخل لك في سؤال كذا جايك في الجبهه. الله في مشاركات بس احب انوه انه في مشاركات يعني اعزائي المشاهدين تجينا على الخاص في على حساب القناه يعني اتمنى ان تكون مشاركات على الهاشتاج اكثر ما تكون على الخاص. اعطنا كذا بيتين حلوين
عشان تاخذ السؤال بعد. على القوافي الكايدة ببدع الطرق طرق. وإن كان قبلي من المناعير مطروق، يبين للناقد وللمستمع فرق، وكل حسب ذوقه تميز بطاروق. أحد غدا به غرب وأحد غدا شرق، واحد توهق بين لاحق وملحوق، وانحن رعاده وقبله لمع برق. طلبت من رب خلق كل مخلوق أنه يجملني لأنا حتى الورق، مع الرجال اللي لها الطيب موثوق. سلام عليك زوج. سلام يعطيك العافيه والله يا ابو فارس. ابو فارس، يعني لابد ان يكون لك انت قصص او ذكريات في رمضان، ويعني هزت قريحتك الشعريه وكذا، تذكرنا موقف معين واعطينا اذا كان في بيتين كذا قلتها بعد في الموقف هذا. والله رمضان مثل ما قلت لك شهر خير وبركه وهدوء على الشعار، يعني المواقف في مواقف، لكن خلها تستحضر ان شاء الله تجي خلال حتى هي استنزال جاي. كل لحظاتهم لهم استنزال. مشاركاتكم في المهرجانات في المنطقه الشرقيه لكم مشاركات؟ يعني معني انا اشوف انه الشعر يعني شويه يعني مشاركاته قليله في المهرجانات. لا فيه الشعر ماخذ حقه في المنطقه الشرقيه وفي كل مناطق المملكه. مهرجان الساحل الشرقي الاخير شاركتم فيه؟ لا انا ما شاركت والله. شارك فيه الجانب الشعري؟ شارك فيه شعراء يعني سدوا اللزوم وزود وافين ماخذين حقهم. وانا كان لي مشاركات من نوع اخر. في مهرجانات اخرى؟ لقاءات، مشاركات، لقاءات تلفزيونيه، مشاركات، شلات وطنيه، محافل وطنيه، شاركت في حفل استقبال صاحب السمو الملكي امير منطقه الرياض. وشاركت في احتفالات اخرى. كيف يعني ردود الافعال عن مشاركاتك؟ والله ردود الافعال طيبه، خاصه القصائد والمشاركات الوطنيه تجد انها تلامس كل شرائح المجتمع. يعني لا يوجد شخص في مجتمعنا الله الحمد ما عنده الهويه الوطنيه والحب الوطن. صحيح. فتجد انها تلامس جميع الشرائح وجميع المناطق وجميع القبائل. هذه اكثر شيء انا لاحظت انها تستهوي الجمهور. بعدها تجي المشاركات الوجدانية والمشاعر والأحاسيس، غزلية لها جمهور متذوق. إيش أنت أي نوع من الشعر تحس أن الجمهور ما يله؟ يعني غزلي مثلا، مدح، إيش؟ والله كل أغراض الشعر لها جمهور، لكن الأكثر لكن, الأكثر. لكن الأكثر الغزل له جمهور كثير. الغزل يعني. أكثر شيء. طيب الشعر أستاذ محمد يأكل عيش ولا لا؟ والله اللي ما أخذه مهنة بيلقى ياكل عيش، بس يدفع من كرامته. يدفع من كرامته؟ يدفع من كرامته ياكل عيش. لا 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 ما هو لا لا يعني ما هو بالضرورة. بالعكس يعني في شعار يعني هواية، وكل شاعر له تقديره وله احترامه من هذا المجلس وأيضا خارج المجلس. يعني قد يكون هو عنده الموهبة الشعرية هذه، ولكن استغل مثلا في موضوع الربح المادي بدون يعني ما فيها إهانات كرامة ولا فيها يعني، بالعكس يعني هي موهبة الله سبحانه وتعالى. هو يعني شعر توزيع يعني الأرزاق قد يكون في اللسان. أمس كنت سمعت داود الشريان يقول قبل أمس يقول أسعد الزهراني يقول أحمد ربك أسعد الزهراني يقول أنا أعرف أغني وغنيت أغنية محمد عبده وكذا. قال طيب غن دوبه. قال أقول لك أحمد الله رزقك ما بلسانك. يعني هي مسألة أرزاق. اللي رزقه طال عمرك في من لسانه، اللي رزقه في بصره، اللي رزقه في 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 رجله لعيبة الكرة. أكيد إن رزق بعض الناس مثلا في لسانه هذا حقه، عرفت؟ لكن اللي يستغل شعر المدح للكسب المادي أنا ضد الشيء. أعتقد إنه المدح فقط. أما مثلا مشاركات عامة، أما حاجات كذا، أما رزق جاه من لسانه الله يرزقه، لكن ما بياخذ عاد. نظرك ونحترمها. أنا خليني أحول على أبو عبدالله. ابو عبد الله. ابو عبد الله، يعني الانشاد يعتبر ايضا مهنه في الوقت الحالي، يعني واحنا نرى كثير منشدين، بل انه في قنوات مشكوره يعني قامت الان يعني بعمل مسابقات لاجمل شيله واجمل صوت. وش العقبات اللي تواجهك كمنشد؟ والله اتكلم عن نفسي انا شخصيا، ما اشوف في عقبات. هو اللي يبرز المنشد صوته وأداءه وتوفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أكيد طبعاً هذه ما في شك. نعم، هي الأداء والصوت. العالم صارت أكثرها طربي، يعني تحب الأشياء الطربية تطربهم، زي حقة شو اسمها ذي اللهم صل عليك يا رسول الله
هو يعني الإنشاد بصفة عامة يعني هو يعتبر نوع من أنواع الطرب، الحفلات والزواجات وذي. عرفت. طيب المنشدين يعني أنا أتكلم عن يعني قبل 5-10 سنوات ما كانوا فيه منشدين، يعني إذا منشد هو اللي بارز على الساحة. الآن يعني واجد بالمئات بالمئات واجد المنشدين واجد. أنا يعني معقول أستاذ علي لحظة يعني معقول إنه مهنة الإنشاد صارت سهلة يعني كل من جاء وطلع وأنشد؟ والله تقدر تقول مع إيش؟ مع المحسنات ومع الأجهزة ومع ذي شيء. بس لما يطلع في المسرح تختفي علوم اللايف. إذا كان يعني لايف مباشر يعني. إيه لايف إذا كان لايف في بعضهم. طيب أنا بس عشان أستغل الوقت وكل دقيقة معاكم لأن الوقت قاعد يمر حقيقة مع الناس الجميلين شرواكم. نبغى نستغل كل دقيقة معاكم الحقيقة. تعطيني كذا شيلة تجول في خاطرك؟ والله شيلة إنشاد. شوف دامك بديت في الغزلية الله يعين على المشاهدين. يلا لا بالعكس مبسوطين ومستانسين. الله أستاذ فارس تجتمع اللقاء مفتوح يعني بدون أي شيلات، لكن إن شاء الله أن نقدم لا شيء. إحنا ما نبغى نفوت أي فرصة. نجمل استعنا بالله. قبل أمس أبو عبد الله كان عندنا ضيوف أكارم مثلكم شرواكم. شرواك طيب. فواحد كاتب الهاشتاج شكل في واحد اليوم بينحشر في البرنامج. كان معي علي هبة الله يذكر بالخير. هو أنا اللي انحشرت. ففعلاً في أنت شكلك اليوم اللي انحشر. هو أنا اللي انحشرت اليوم. يا نسيم الليل سلم لي على اللي ما نسيته الله، بلغ عشقي وبشرني لعله ما نساني، وهنيك يوم تصل ديرته وتمر بيته، إما ناشف كن على شوفه وحاديني زماني. بيتين بس. الله ما شاء الله يا طيب. لا ترى احنا راجع جاهز. لا جاهز ما احنا تاركين. انا احنا تاركين الشيء الاولى انها طيبه بقول كمل، امها طيبه بقول لك شكرا جزاك الله خير وسلم. يا ليتنا خبرنا جاهز لنا. نرجع لشاعرنا والحبيب ابو فارس السمي. بيتين ثلاثة أربعة حلوين. أبشر. أستاذ محمد معليش تفضل، عندك شيء عن رجال الأمن الحد الجنوبي؟ هو اللي جايبها الحين صدقني. إيه؟ هو اللي جايبها الحين موجودة. إيه؟ تفضل. أنا أقول الشاعر اللي ما تستنهض همته في ذا الموقف متى بتستنهض؟ ما هو شاعر صحيح صدقت، لكن ها قصيدة يعني طويلة شوي. أسلم عطنا منها يعني. طيب بقول جزء منها لي. برجع لك. شد الحزام الوضع حامي ومشحون مشحون، وقمنا نشوف من الهوايل هوايل يسوقها حاسد وحاقد ومجنون، قامت جنوبه من همومه تمايل. مجد الوطن ما هو سوالف يقولون، عز الوطن محركه قول قايل، الروس تبقى روس مهما يكيدون، شمس الضحى محالها كل حايل، في قمة القمة بنوها ويبنون، عيال عود مهتنا في القوايل، إلى نوحدها ولا جت على الهون، إلا بفعل تكتفي له فعايل، بكفوف خطلان مثله يعزون، يقودهم للمجد وفي الخصايل، عبد العزيز اللي به العز مقرون، من شبته ما ينزل إلا الطوايل، حتى استوت له واستوى الحكم ممنون، من وحد جموع العرب والقبايل، ودستورها ما هو في كتاب مسنون، دستورها شرع يسوق الدلايل، ما خاض فيه اللي بغيره يخوضون، ولا غدا بين المحابر همايل، العدل مبداها والإنصاف مضمون، والسيف عدل كل من كان مايل، لبدا النظر يلي لك فؤاد وعيون، من حولنا الأوطان صايل وجايل، لبدا النظر يلي لك فؤاد وعيون، من حولنا الأوطان صايل وجايل، أحد يحكم بحكم وضعي موزون، على هواه ما هوتها القلايل، وبعض الشعوب لمن والقوت يرجون، ما حصلوا بين الحصايل حصايل، من لد في وضع العرب راح مغبون، وين الفعول الماضيات الاوائل، فالشام جرحى ما لقوا من يداوون، وبغداد منها القوم راحوا جفايل، والقدس وين القدس اللي تعدون، اقفت قضيتها بالايار حايل، العرب كل العرب صوبك يلدون، بشعوبهم وفروعهم والحمايل، ما غير كل من المخاليق يرجون، ولا غير متنك يرتكي للثقايل، ليجمعوا من كل واد يسيرون، فانت المقدم يا عريب السلايل، يا خادم البيتين والراس دندون، سقها وحنا محزمك في الدبايل، الشعب في كفك ما السيف مسنون، اضرب بالهايل اضرب بالقاسي يصبح هلايل، شعب ان شرب كاس الولا لك يطيعون،
حب الوطن مغروس والشك زايل أبلج وجه ما تختلف حولك ظنون أخطل يمين يا حميدة شمايل واليابغة وحدة وطننا يهزون بحروفهم وهروجهم والرسائل أصغر مواطن في الوطن يرث طعون في كبد من كبدة تشيل الغلايل الله. يبقى الوطن صرح للأمجاد مضمون ويبقى رضي الحظ يجمع في الشاير. سلام صح لسانك صح لسانك صح لسانك يعني ما شاء الله منشد وشاعر وقبلكم ابو مروان يعني اليوم يعني اليوم حلقه على الاستديو على طول لا اليوم حلقه يعني مميزه حنا والمشاهدين ان شاء الله ترى نبي نرجع لكم وتسمعونا اكثر ان شاء الله حاضر اعزائي المشاهدين فاصل اعلاني ونرجع لكم مع الاصوات الطيبه ان شاء الله هذا البرنامج برعاية الخليج للخياطة الرجالية. رؤيتنا نطمح بأن تكون المؤسسة رائدة في الخياطة الرجالية. رسالتنا تقديم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام. شراقية وموديلات حديثة. العنوان: رأس تنورة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، مقابل مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. للملاحظات وللاستفسارات 0096548712225. مطاعم ومطابخ خيرات سبا يقدم لكم أشهى المأكولات الشعبية، لحوم وأسماك طازجة محلية، قسم خاص بالمضبي والشوي، أكلات يمنية وسودانية، قسم خاص بالحفلات والمشاوي الخارجية بخدمات متكاملة، قسم العصائر الطازجة، استعدادات لوجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك. مطاعم ومطابخ خيرات سبأ، مأكولات عريقة بطعم مميز. الدمام، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق. هاتف 013-820-7780 013-820-7783. جوال 0555-771849. صوت اوكي. حياكم الله اعزائي المشاهدين بعد ان شاهدنا هذا الفاصل. طبعا الشكر والتقدير لرعاة هذا البرنامج مجمع عيادات الدكتورة غسانة صادق ومجمع عيادات ابن سينا لطب الاسنان وخياط هندام الخليج ومطاعم ومطابخ خيرات سبأ وشعبيات أبو عادل وأيضا للأخ العزيز الكريم الأستاذ عماد الحربي. عودة إلى منشدنا اللي قال لا تحشروني ولكن بنحشرك. أبشروا بالسعد. أبشر. تفضل. أبشروا بالسعد.
أخوي محمد وقف على قصيدة وطنية. أي. والشاعر اللي ما يتغنى في الوطن ما هو بشاعر. سيد الله هاجي. وحنا كمنشدين دورنا أن نشل القصائد الوطنية. وترى هو يعني الآن اللي ظاهر على الساحة مع التضامن مع نعم جميل. صحيح هذه أقل ما نقدمه والله العظيم للوطن. يستاهل. الوطن يستحق منا الأشياء، ما هو بس الشيلات والقصائد، حنا خدامين للوطن. نعم. بدماءنا وارواحنا. نعم هذه. ما في شك. فنشوف ان القصيدة. حنا ترى نبغى نستغل كل دقيقة في البرنامج بإنشاد ولا بقصيدة، ما نبي يعني. لا حنا أنا من ناحيتي أنا أبغى سواليف. أعطينا سالفة. ما خليك تتهرب. سالفة بشيلة. سالفة بشيلة. طيب. يا وطن مالي وطن غير موطننا وطن، يا ملك مالي ولا لا لربي ثم لك، بعت في عنق مؤمن لوليه ومن، يا وطن حكامنا منك واحنا من هلك، من عهود جدودنا يا ملك واحنا الامن، عالحدود نذود من عاش ولا من هلك، ندفع روح تحبك على طول الزمان، من محبة للوطن من وفانا للملك، نرخص الارواح وادمينا تدفع ثمن للدفاع وللمدافع على أرضك ولك، يا شهيد تنطح القوم راسك ما طمن، دمك غالي وانت غالي وعالي منزلك، الله اللي في كتابه ذكرك ولك ذمن، جنة الفردوس تسكن وتشفع فيها لك، رددوا يا شعب حب الملك مع الوطن، الولاء لله ثم الملك ابن الملك. الله الله سلامتكم. الله يعطيك العافيه. صح وسام. صح وسام استاذ علي. والله ما شاء الله تبارك الله، بصراحه من اجمل يعني ما يعني سمعت أذني وانطلب لها قلبي هذه الكلمات الجميلة وهذا الصوت الشجي. الله يحفظك إن شاء الله. ما شاء الله سمع لي بعض المشاهدين يطلب تحسين صوت، أنت ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج. الله يبيض وجهكم، هذه شهادة والله اعتز فيها. وهذه من كلمات الشاعر عوض بن وقيان، الله يعطيه العافية مسي عليه بالخير. الله يمسيه بالخير ويبيض وجهه على هذه الكلمات الجميلة. وجهك حول المايك على طول أبو فارس، ما في وقت. مشتاقين مشتاقين للإهداءات. في قصيدة يعني عزيزة عليك تذكرك بشيء؟ والله القصايد اللي عزيزه كثير. هو الظاهر انه مجهز حاجه ترى يا عبد الله. القصايد اللي عزيزه خش كثير. شكلك لك مجهز قصيده يا ابو فارس. ابو فارس من الصين. طبعا السمي ما يحتاج. ابو سالم من الصين. تفضل. العبره اللي حشرجت داخل الجوف. الجوف. يلا تفرج للمعاليق منها. اصد عنها علها تطري ينكوف، وهي بجوف الصدر كانها سكنها، حارة عيوني والفكر حافها الحوف، وافراحنا تقفي ويقفي ضعنها، لهنت يا قلب عن الناس مصروف، راحت حياتك وانت تتبع وطنها، الترفة اللي تملك العقل والشوف، يلا عسى كفي تصافح رسانها على النقا قد من نشامة بلا خوف، المقراح والزمن هو زمنها، يشف بالي يوم كلنا له شفوف، حتى الفرح والحزن منها وعنها، جيلها ملهوف وروح ملهوف، كني وكانها ويش كني وكانها الشوق يقطع وسط الأعماق بسيوف، والعين ترجي عينها تحتضنها، والعذر نفس العذر يا الغالية، ظروف وأفراحنا تقفي وندفع ثمنها. سلام. صح لسانك. صح لسانك. أبو فارس. أبو فارس خليني أبقى معك شوي. يعني أنتوا الشعراء الحين الشعر هل اختلف الآن عن الماضي؟ يعني الشعراء أيام زمان، يعني هل انتم الان الشعراء الحاليين يعني خدمتكم التقنيه، خدمكم الحاضر اللي انتم فيه؟ الحقيقه ان يعني لو تكلمنا على مستوى قريب، ماني متكلم على اجيال بعيده، قبل سنوات قليله كان الشاعر اذا عنده موهبه وعنده ابيات يتعب لين يوصلها الجمهور،
يعني صعب اكتشافها. صعب اكتشافها، وحتى كان القنوات ضيقة، يعني كان قبل مثلا القنوات الفضائية كان في مجلتين ثلاث مجلات، وعشان توصلها تلقى زحام وتحتاج حاجات. يعني انت يعني الان تقول انه في شعراء الان في شعراء بس مش ظاهرين للساحه. انا اقول الشاعر الان اللي عنده موهبه ما له عذر اذا هو بيظهر. ما له عذر، ما له عذر، امامك القنوات مفتوحه. اول شيء القنوات الفضائيه مثلكم الان في برنامجكم هذا او باقي القنوات فاتحين بابهم. ثاني شيء المجلات الالكترونيه اصبحت كثيره، المواقع الالكترونيه، تويتر، اليوتيوب، حتى الواحد يقدر يطلع يسوي له قناه، كان يسوي قناه لنفسه او يحط له معرف في تويتر ويعرض قصائده، وراح يلقى اذن صاغيه اذا عنده شيء يستاهل. اذا عنده شيء يستاهل، نعم. طيب اي واحد يصير شاعر ولا لا؟ مو باي واحد، مو اي واحد، مستحيل. لو هو صعب نحاول، فيه مقومات كثيره. وسرقات القصائد ايش رايك فيها؟ والله نسمع بها ولا شفناها. في شعراء يسرقون قصائد؟ انا نسمع بها، انا ما شفت شيء. لا انا يعني ما انه هل في هناك شعراء يتطرقون على الاقل الاقتباس؟ في السابق يقولون قد تقع الحافر الحافر. احتمال الفكره تجي متشابهه، لكن شاعر يسرق سرق ما بعد مر علي والله. طيب كويس. ابو عبد الله، يعني حكمك يعني ان انت مدير احد القنوات الفضائيه، كيف ترى مستقبل القنوات الفضائيه في الزمن هذا في العصر الحالي؟ والله استاذ فارس، قنوات ما شاء الله تبارك الله الان كل كثيره قنوات، ولكن يتميز في القنوات هذه الجوده والبرامج. هي على البرنامج اللي انت تقدمه الشخص، يعني مثل هذه البرامج ما شاء الله تبارك الله برامج جميله تخدم جميع الفئات. مجلسنا يعني مجلس مفتوح، لقاءات مع ناس شعراء، منشدين، اعلاميين، اطباء، مهندسين. نعم. جميله هي الفكره. الفكره مو في كثره القنوات، الفكره في البرنامج اللي انت تقدمه للمشاهدين. ولا القنوات واجد الان جميل، ونتمنى لهم الله التوفيق، كل قناه لها حقها. جميل جدا. هو الحقيقه كالعاده الوقت قاعد يداهمنا وقاعد يمر بسرعه البرق، يمكن لا احنا ولا انتم حسيتوا بالوقت يعني راح. جدا والله مستمتعين معك، ترى راح 40 دقيقه يعني اليوم فيه. يعني مش الله يرفع قدركم، والله احنا اللي انبسطنا. انا اتكلم عن نفسي وما شاء الله تبارك الله. جميل الحلقه. كلمه اخيره منك ابو عبد الله. كلمه اخيره، حاب اشكر شخص عزيز على قلبي وله فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى في دعمه، الشيخ رجل الأعمار ثامر العواد، أخوي المنشد، له تحية، له تحية، أخوي المنشد سعيد بن صالح القرني، وجميع من يعز علي الحلافي، كلكم الله على راسي. الله يعطيك العافية. تسلم الله، طال عمرك أبو فارس. والله أشكر جميع المشاهدين، وأشكركم في قناة الدمام شكر خاص، وأشكر المنشد المبدع علي الحلافي. الله يطول عمرك. سلامتكم. الله يعطيك العافية. أنا أيضا أتوجه بجزيل الشكر على تلبيتكم لدعوتنا في هذا المجلس الذي ثريتوه الحقيقة، لا بالصوت الشجي الجميل ولا بالكلمات العذبة والقصائد الجميلة، حقيقة ثريتوها. لكم كل الشكر وكل التقدير، ولكل المشاهدين الكرام أيضا الشكر والتقدير على مشاهدتهم ومتابعتهم لهذا البرنامج. يعطيكم العافية جميعا. شكرا لك برضو. شكرا لك أبو سالم. انتوا اللي شكرا لكم والله العظيم على استضافتنا في هذه الحلقة المميزة. لا ابد، احنا مقصرين، وانتم اثريتم الحلقة واثريتم البرنامج، شرفتونا والله. الله يطول عمرك، الشرف لنا. الله يعطيكم العافية. الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، رسالة نقدمها لكم ايضا في التسامح. ان لم تسامح عباد الله في رمضان فاعلم ان رسالة الصوم لم تصلك. نعم صحيح. نستودعكم الله. سحور شهيد.